السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بتواصلي معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين ومشتركين المحتملين. أرجو أن نواصل مواضعنا في مجال القانون، وسنعرض في حصتنا هذه دور الأحزاب في التمثيل السياسي. إذا دور الأحزاب في التمثيل السياسي، وهكذا تلعب هذه الأحزاب دورا مزدوجا في التمثيل السياسي، أنها تؤطر يعني تؤهل الناخبين ثم تؤطر المنتخبين، كذلك تعتبر نوع من الوساطة بين المنتخبين والناخبين. إذا تأطير الناخبين هو داك كتأطر الأحزاب السياسية الناخبين على مستويين، أول هو تطور الوعي السياسي للمواطنين، يعني التأطير الإيديولوجي حيث تبين بشكل واضح الخيارات السياسية، والثاني هو كتختار المرشحين الذين تجري بينهم المنافسة الانتخابية. فيما يخص التأطير الإيديولوجي، لا يمكن الاستغناء عن الأحزاب السياسية ودورها في الحياة السياسية، وبالتالي كتقوم بتأطير إيديولوجي يعرف أو الناخب السياسة التي يرغب فيها، حيث لا يمكن أن تنجح أي إيديولوجية أو أي حزب إن لم يعبر عن المشاعر والطموحات والأفكار الكامنة لدى فئة من المواطنين. وبالتالي كيأتي الحزب لتطوير هذه المشاعر والطموحات والأفكار ليعطيها قوة وثبات أكبر وتماسك ووضوح أكثر، وبالتالي تساعد الأحزاب على نمو الوعي السياسي عند المواطنين، وكتسمح لهم بخيار أكثر وضوحا عند الانتخابات. فبدون الأحزاب على نمو الوعي السياسي عند المواطنين وتسمح لهم بخيار أكثر وضوحا عند الانتخابات، فبدون أحزاب لا يمكن للناخبين الاطلاع على معلومات دقيقة توجه مختلف المرشحين. أما فيما يخص اختيار المرشحين الأحزاب، تختار المرشحين المقترحين على الناخبين، لكنها ليست الوحيدة في هذا المجال، خاصة في حالة المستفيدين. أما في الأحزاب التقليدية، يعين المرشحون من قبل لجان الوجهاء الذين يتكون الحزب منهم، بمعنى أي اعتبار للمرشحين يتم من قبل فئة ضيقة تمارس نوع من اختيار الأصدقاء، بينما الأحزاب الجماهيرية فطورت منظومة أخرى من تعيين المرشحين، حيث يتم ذلك في مؤامرات وفي في طبيعة الحال مؤتمرات واضحة وطنية ومحلية، كيشارك فيها جميع منتسبي الحزب مباشرة أو غير مباشرة. فيما يخص تأطير الناخبين المنتخبين، فالأحزاب السياسية كتقوم كذلك وكتضمن في نفس الوقت الاتصال المباشر بين المنتخبين والناخبين واتصال المنتخبين فيما بينهم. فيما يخص الاتصال المباشر بين المنتخبين والناخبين، للمنتخبين مصلحة كبيرة في محافظة الاتصال مع الناخبين لضمان إعادة انتخابه، فالعديد من النواب يقضون أغلب نهايات الأسبوع في دوائرهم، يحضرون حفلات ويعقدون اجتماعات، يستقبلون أشخاص. وإذا كان هذا يتم دون أحزاب سياسية في بعض الأحيان، فإن الأحزاب السياسية كتجعل هذه الاتصالات أكثر سهولة وأكثر تطورا، لأن الأحزاب تملك أمانة سر مكاتب تضع تحت تصرف النواب المنتخبين، مناضلين حزبيين أو أعضاء عديدون يكونون وسطاء ثقة فيما بين الناخبين والنواب، ويدافعون عن نشاط الحزب البرلماني. يعني كنتكلموا على النشاطات البرلمانية، ويفسرون للنائب رد فعل المواطنين رغباتهم ومصالحهم. أما فيما يخص التأطير البرلماني للنائب يعني المنتخب، فقد أدى تطور الأحزاب إلى جمع منتخبي الحزب ضمن مجموعة برلمانية، فريق بمعنى فريق،
ولجان برلمانية تقوم الأحزاب بالتنسيق فيما بين نواب الحزب داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بقضايا التصويت والدعم لمختلف القوانين. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.